ونزل بدل منه إيمانا لاعب تولوز في نص الملعب، يمكن تقدم محمد مع سامويل إيتو. الأمامية والخطورة وهدف، هدف لتييري هنري، هدف لتييري هنري، يعني يحسم اللقب. هنشوف هنشوف تييري هنري أهو أهو يحرز هدف السابق وهدف اللقب بالنسبة للمنتخب الفرنسي. وعلى طول الكاميرات تحاصر هذا اللاعب، الجولدن جول، الجولدن جول، الهدف الذهبي طبعا، خلاص بيحسم البطولة واللقب للمنتخب الفرنسي، ومصافحة خارج الخطوط، وتييري هنري بيحسم كمان لنفسه لقب الهداف في هذه البطولة برصيد 4 أهداف في الدقيقة 7 من زمن الوقت الإضافي الأول. وعلى طول التهنئة المتبادلة بين طرفي اللقاء، التهنئة المتبادلة بين طرفي اللقاء بالجولدن جول، ينهي تييري هنري هدف ذهبي ينهي بمسيرة البطولة ويحسم الأمر. والتهنئة أيضا متبادلة ما بين تييري هنري وزملائه الكاميرونيون، يعني يستحقوا التهنئة، يستحقوا الإشادة، عملوا إنجاز كبير كبير كبير. ورغم الأحزان، رغم الأحزان اللي حصرتهم بعد رحيل مارك فيفيان فويي زميلهم في مباراة وسط الملعب وأمام الأعين، أدي أهو حضراتكم بالهدف الذهبي في الدقيقة 97، يتقدم المنتخب أو يفوز المنتخب الفرنسي في اللقاء النهائي على نظيره المنتخب الكاميروني.